اتفضلي يا هالة. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دنور. يا ربي بدخل المحل كل يوم بس النهارده بيبرق قوي المحل. بصي يا ستي، انا رحت لمراتاتي كلهم ولميت الذهب اللي عندهم، لقيته كيلو ذهب، وبما انك انت بمراتاتي كلهم هجيب لك كيلو ذهب. كيلو؟ نقي بقى غير ده كل اللي انت عايزاه. بس انا لسه ما وافقتش. مش مهم خالص موافقتك دلوقتي، طلباتك ايه؟ هتسكني فين؟ هسكنك في فيلا في مصر الجديده ولوحدك. كيلو؟ كيلو كيلو ذهب. طب والله انت عايزه كام؟ مليون جنيه بس. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. يا حبيبي، هات لي بطاقتك وحصلني على المكتب لو سمحت. تحت امرك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دي النور يا دي الهنا. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سهلا. معلش سامحني يا عم الشيخ، تأخرت عليكم. تأخرت ولا جيت بدري؟ المهم نقضي المصلحة ومبارك. يا سيدي بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله تقضي المصلحة وهتبارك. أدي المصلحة وعريس وعروسة واتنين شهود. بقول لك إيه، تعالى بعد إذنك يا عروسة. اتفضل. قلت للمأذون على موضوع التاريخ؟ طبعًا، أمال أنا قاعد بديله الرضع من الصبح عشان ينام. المهم أنا اللي عايز أسألك سؤال مهم. إيه اسأل. أنت على ذمتك كام واحدة دلوقتي؟ بعدين بقى انت هتربكني ليه؟ انا طلقت امل وجميل. دول خدوا كارت احمر، يعني دي ممكن تلعب. ولا بسمع عنها حاجة ولا بشوفها، حتى الواد خالد لما بروح لها ما بسألوش عنها ولا مرة. وان انت ما تسمعش حاجة عن بدرية يا فتحي، دي حاجة تخوف. ما تطمنش خالص يا ابني، تلاقيها لبدالك في الدورة وبتدبرلك في مصيبة. انا تعمل فيها ايه اكتر من اللي انا فيه؟ ربنا ينتقم منها. من بقك لباب السماء. طب انت ما تعرفش هي قاعده في انهي داهيه دلوقتي؟ عارف، عند اختها. واميره راحت معاها؟ اي، بس الواد خالد ما رضاش يسيب بيت ابوه. براو عليه، راجل من ظهر راجل. بس طمنا فتحي، اللي اسمها ساره دي عامله معاه ايه؟ بتضايقه ولا حاجه؟ ساره مين؟ يا ليله غبره. سارة مين؟ سارة مراتك. لا، هما كويسين مع بعض، كل واحد عايش مع نفسه. خالد عايش مع نفسه وهي عايشة مع مشاريعها. وانت عايش مع مين؟ انا مش عايش، ده منظر واحد عايش. انا حتى عادش عارف انا عايش ولا مش عايش. هي ايام يابا بنقضيها بقى بالطول ولا بالعرض. هتعيش يا فتحي، هتعيش يا ابني وهتشوف احلى ايام ان شاء الله. بس لو تبردنا لقلبي وتسمع كلامي وتبطل البرشام والمسكنات وكل الحاجات الزفت الهباب اللي انت بتبلبحها دي. لا، كله كد. انا ما اقدرش ابطل البرشام، انا ما عارفش اقول كلمتين على بعض من غير بلابيع. انا جسمي كله سم وخلاص يا ابني. ما بلاش الكلام اللي يوجع القلب ده، كفايه بقى. سيبكوا بقى من الكلام اللي انتوا بتقولوه ده وركزوا معايا، عشان الحكايه دي شكلها فيها ان ولا يعني هي مقصاك يا سي محمد. قول ايه، هتقول الحكايه الاول ولا الان الاول؟ الاثنين مع بعض يا حاج. عبد التواب جاب لي ورق في طلب استرداد، واحد حاطط نص مليون جنيه وعايز يسحبهم بارباحه. طب فيها ايه المشكله؟ المشكله في الواحد ده. ايه، طلع جاسوس اسرائيلي؟ لا، طلع جاسوس مصري تبع بدريه. بدريه؟ لا اله الا الله، مش قلت لك؟ من طرف بدريه ازاي يا محمد؟ جوز اختها شاديه يا حاج. بس بدريه عمرها ما جابت لي سيره على الموضوع ده. وبعدين جوز اختها يجيب نص مليون جنيه منين؟ هو حيلته حاجه؟ مش هي دي المشكله يا حاج. المشكله ان مش هو اللي اودع الفلوس بنفسه، الفلوس دي اتحطت عن طريق ابوك الحاج توفيق. ها؟ ايه؟ انا اللي اودعتهم؟ امتى وازاي؟
يا حاج الفلوس دي تم ايداعها عن طريقك ومتسجل ان انت خدت نسبتك قبل الفلوس دي ما تخش الخزنه. ايوه بس انا يا عمر ما جبت مبلغ زي ده، نص مليون جنيه. اه صح افتكرت، الفلوس دي جابتها لي منيره. طب ومنيره اتعرفت على جوز شاديه ازاي وامتى وفين؟ هي دي الان اللي بصحيح. ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ ايه اللي لم منيره على جوز شاديه اخت بدريه؟ هي دي، مش محتاجه سؤال يا حاج. بدريه لفت اللفه دي كلها عشان تشغل الفلوس وتكسب اللي هي اصلا فلوسي من عرق جبيني. صح، هي لان خصيه على دماره، دماره سم والعياذ بالله. هي اللي لفت دماغ البت منيره بكلمتين حلوين وقرشين حلوين وخلتها تعمل عليها الدور ده وتجيب لي الفلوس عشان ادخلهم واديها اعلى ربح كمان وانا مش داريين. ولما سالتها قالت لي دي فلوس اهل الحاره. إيه؟ حتى انا محمد ساعتها استغربت قوي، اهل الحاره هيجيبوا المبلغ ده كله منين؟ ولازم دلوقتي يا حاج تستغرب اكتر وتخاف اكتر وتاخد حطك من اللي اسمها منيره دي، لان منيره وبدريه عاملين رباطيه مع بعض واكيد قاعدين يضحكوا علينا دلوقتي. طبعا والله اعلم بقى بيرتبوا ليه تاني. كده طب علي الطلاق بالتلاته اللي انا مطلقها ودلوقتي. لا ما تطلقهاش دلوقتي، واوعى تعرفها اللي انت عرفت حاجه. امال انت عايزني اعمل معاها ايه بالظبط؟ نشوف طريقه نعرف بيها اللي حصل من ورانا واحنا نايمين على ودننا، واخر حاجه نفكر فيها الفلوس دلوقتي. المهم نعرف هما كانوا بيرتبوا لنا ايه وعملوا فينا ايه. انا اقول لكم نعرف ازاي يا حاج، بس المهم انت توافق يابا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. صباح الخير يا سميحه. صباح الخير يا حاج. مين اللي بتنوح جنبك دي؟ سلبت الشوف يا حاج. لا شايفك يا اختي، شايفك كويس بس لساني مش قادر ينطق اسمك يا بعيده. وبعدين ما انتش من الحريم اللي افرك عيني عشانهم. ها ايه اللي حدفك علينا على الصبح كده؟ عاوزه صلاح ابني يا حاج. سلامة عقلك يا امه، ما ابنك عندك؟ كان عندي. كان عندك؟ وراح في انهي داهيه؟ ما ترد يا مقصوفة الرقبة. عندك يا حاج. عندي؟ انت بتستهبلي يا بت؟ انت جايه تتبلى عليا يا بنت الكبش. والمصحف الشريف ما حد خد الواد غيره يا سميحة. الله 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 الله، جرايه يا بت؟ انت ايه؟ عايزه ترمينا بأي مصيبة والسلام؟ رد يا بت، وديت الواد فين؟ أنا اللي بسألك يا حاج، الواد راح فين؟ ابني فين يا حاج؟ وحياة أمك. طب أنا لو أعرف مكانه اللي هيجيبني على بلا وشي على الصبح كده. الواد فين يا حاج؟ ضنايا فين يا حاج؟ استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنت اللي ما يتسماش أنت، أنت يا بنت مش شايفاني بعينك اللي تندب فيهم رصاصة وأنا لسه صاحي من النوم؟ هكون شفت الواد امتى وخدته امتى؟ انطاي يا بنت بتاع الانابيب، وديت الواد فين؟ ابني فين؟ ابوس ايدك يا حاج، بلاش كده يا حاج. اوعي ابوس رجلك يا حاج. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. طب قولي لها انت يا سميح، قولي انت شفت الواد صلاح ابني جه هنا؟ انا صاحيه من النت، ما هو لا شفتوش. خلاص قولي لها، قولي لها مقصوفه الرقبه دي خليها تخفى من هنا. بالراحه عليها يا حاج، قلبها مسروق على دماغها برضه، مش وش عليها. طب انا يا حاج لو كنت عملت حاجه ما اعرفهاش عشان كده بتاخد مني الواد عشان تجازيني؟ انا غلطانه، انا غلطانه وسائل ضرب 30 جزمه على دماغي كمان. بس رجع لي ضنايا الليلة، يزيك رجع لي ضنايا والنبي يا حاج. انت الكلبله في كهنك، ده انت مش تستاهلي 30 جزمه، ده انت تستاهلي سوق الجزم كله ينزل فوق دماغك ودماغ اللي خلفوك يا بعيده. ده ايه الصباح العكر ده؟ جات الكلبله في صباحك، صباح زي وشك. صلي على النبي، صلي على النبي يا منيرة عليه الصلاة والسلام. وهو ربنا ورسوله ارتي اللي بيعملوا فيا ده؟ شايفة سميحة بذمتك دي تصرفات واحد ابنه تايه منه؟ عشان تعرفي ان هو اللي واخده، والمصحف الشريف ما حد واخد الواد غيره عشان يحرق قلبي عليه. ادخلي له يا سميحة، إلهي لا يسيك في عيالك، ادخلي له. حاضر هدخله، بس اهدي انت بس. فاهميني ماليش غيره، فاهمي ان هو اللي هيبقى سندي وضهري في الدنيا دي. حاضر. يا ابني.
لي وحياة ولادك. الواد فين يا حاج؟ من غير حلفان يا سميحة، بالعقل كده. وانت ست العقلين، تفتكري انا ممكن ابقى عارف مكان الواد فين وخبي؟ طب هخبي عليها ليه؟ خايف منها اللي خايف منها؟ تطلع مين بنت الانبوبة اللي بره دي عشان انا خايف منها؟ تشيل بقى من جرايرها عشان تعرف اخرة اهمالها في تربية ابنها. روح اساليها كده يا سميحة، اساليها قولي لها بتروحي فين وتسيب الواد لوحده، وبعد كده الواد يتوه تيجي تتبلى علي انا وتقعد تبوس في ايدي ورجلي زي ما انت شفتي. ما هو بيني وبينك يا حاج، منيرة عندها حق برضه، ده ابنها، ده نهر. عشان كده انا بقولك عشان خاطري، لو تعرف سكة الواد قول لها. اصل بصراحة كده شكلك مش شكل اب ابنه ضايع. طب اقولك على حاجة يا حاج. بنت سميحة، انت بالذات دونا عن مرطات ولادي كلهم بحبك وبضعف قصادك، عشان كده قول اللي انت عايزاه من غير اي حرج من غير اي خوف. اتفضلي يا سميحة بنتي. ربنا يخليك ليا يا حاج، طمني انا وقول للواد فين لو تعرف، وانا احلف لك على المصحف ما هجيب سيرة لحد. اصل بصراحة شكلك كده يعني عارف هو فين. لا عيب عيب يا سميحة، ده انا لسه بقول اني بحبك تقومي تعملي زيها. دي بنت لتاتة وعجينة وخبازة وفيه ناس شر بعيد عنك بيلعبوا في دماغها. بقول لك يا سميحة، روح صريف البت دي من سكات، انا مش ناقص وجع دماغ وما عنديش حمل لاي خوته تاني، انا عندي شغل. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ في ايه يا حاج؟ مفيش حاجه يا رتيبه، كملي نومك انت، نوم العواف يا اختي. سربيها انا. ايه يا سميحة في ايه؟ صلاح ابن منير ماله كفل الشر؟ تاه وامه مش لاقياه. يا مصير